وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا أن قوات الجيش تواصل التصدي للهجمات التي تشنها القوات الروسية في المنطقة، ونجحت في تدمير 5 وحدات من المعدات الروسية إضافة إلى مستودعين للذخيرة. وأوضحت وكالة أنباء يوكرين فوم الأوكرانية أن الروس قصفوا الحدود الإدارية لمنطقة خرسون مستخدمين مدفعية، وأصابت القذائف أرضية الزراعة ولم يسجل وقوع إصابات. وأضاف أن الطيران للجيش الأوكراني نفذ غارتين على معاقل القوات الروسية في منطقة باشتاكانا، بينما قضت وحدات الصواريخ والمدفعية على 15 من الجنود الروس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني المتواصل والمنتظم على محطة كاخوفسكي الكهرومائية تسبب بإيقاف لعمل 3 توربينات ببالمحطة من أصل 6 توربينات. وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية هيمارس، مما تسبب في جعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط، وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زاباروجيا النووية. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حرفت أقواله حول زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الصحيفة نسبت له بيان حول عدم إمكانية زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى المحطة، مشيرا إلى أنه قال إن زيارة غروسي من المحتمل أن تجرى في نهاية أغسطس الحالي أو بداية سبتمبر المقبل. فيما جاء مقال للصحيفة البريطانية تحت عنوان روسيا ترفض الدعوات للسماح بالوصول إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية. ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن أولوية روسيا خلال الأسبوع الماضي كانت على الأرجح إعادة توجيه الوحدات لتعزيز حملاتها في جنوب أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليوم أن القتال العنيف ركز على قرية بيسكي بالقرب من موقع مطار دونيتسك، وكانت القيادة العسكرية الأوكرانية قد أكدت على استمرار القتال في بيسكي وهي قرية بشرق البلاد، قالت روسيا في وقت سابق إنها تسيطر عليها بالكامل. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن السفينة إم في بريف كوماندر التي استأجرتها الأمم المتحدة ستغادر أوكرانيا متجهة إلى إفريقيا بعد أن تنتهي من تحميل أكثر من 23 ألف طن من القمح في ميناء بفيدين الأوكرانية. هذا وستبحر السفينة التي وصلت إلى الميناء القريب من أوديسا في الأيام المقبلة، وستكون هذه أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تتجه إلى إفريقيا منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير في إطار مبادرة لحبوب البحر الأسود.